عبير مثلا من الجزائر، من حق غيري أن يعيش بحرية، فالحياة من أقدس الحقوق التي شرعها الخالق لعباده. من حق غيري أن يعيش عيشة كريمة، حقه في اسم يحمله يعبر عن شخصيته، بلد آمن ينتمي إليه، سكن يأويه، وطبيب يداويه، حقه في عمل يسترزق منه فيكون بذلك مستقلا ماديا عن غيره. من حق غيري أن يحلم ويسعى لتحقيق أحلامه. من حقه أن يبدع ويتميز، أن لا يكون شبيها لغيره فيترك بصمته في الحياة. من حق غيري أن يعبر عن رأيه ويدافع عنه، أن يدافع عن مواقفه ومبادئه. من حقه أن أحترم رأيه وأن أقتنع به في حالة صوابه وأن أصححه له في حالة خطئه. من حق غيري أن يتحرر من العادات والتقاليد السلبية، أن يعامل بطريقة حضارية تتماشى مع إنسانيته. من حقه أن يتعلم، يبحث ويفكر ويخترع، فيحسن من معارفه ويتبادل موروثه مع غيره ويرتقي ويحقق أكثر من ذاته.